برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقامت هيئة الثقافة والآثار حفلا لتكريم الدكتور محمد جابر الأنصاري. وقد أناب جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل التكريم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حيث أدلى سموه في هذه المناسبة بالتصريح التالي: إنه لمن دواعي اعتزازي أن أقوم نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور هذه المناسبة التي يتم فيها تكريم الدكتور محمد جابر الأنصاري، تأكيدا لاهتمام جلالته بتكريم مبدعي البحرين وشخصياتها الوطنية التي ساهمت في بناء نهضتها الحديثة، وتقديرا لعطائه الفكري والأدبي والثقافي عبر مسيرته الممتدة عدة عقود أثرى من خلال مؤلفاته وكتاباته رفوف المكتبات. ويسرني بهذه المناسبة أن أقدم الشكر لهيئة البحرين للثقافة والآثار ورئيستها معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة لتبنيها وإقامتها لهذا المشروع الوطني الهام الذي يتم من خلاله تكريم كاتب ومفكر وأديب بحريني جاوزت أصداء أعماله الأدبية وفكره السياسي والاجتماعي الصعيد المحلي إلى النطاق العربي والإسلامي وحتى العالمي. وإن كان للبحرين أن تفخر بأبنائها وتكرم الذين أسهموا في نهضتها الفكرية والأدبية، فإن الدكتور محمد جابر الأنصاري يأتي من ضمن هؤلاء الأبناء المخلصين. من خلال ما تقلده من مناصب يأتي على رأسها منصب مستشار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للشؤون العلمية والثقافية وإسهاماته في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني. وإني لأذكر بالخير والتقدير إسهاماته أثناء عملنا المشترك في تأسيس دائرة الإعلام ومن ثم وزارة الإعلام وعضوية مجلس الدولة. ومن خلال فكر ناضج واطلاع واسع اهتم الدكتور محمد جابر الأنصاري بقضايا وطنه وأمته، وأسس بذلك علاقاته الواسعة بالمفكرين العرب وغيرهم من أبناء عصره الذين أشادوا بفكره ورؤاه السياسية والاجتماعية ومؤلفاته التي ستظل مصدرا داعما للأدب ومرجعا للباحثين والقراء باعتباره واحدا من أهم المفكرين العرب. وأنتهز هذه المناسبة لأعرب عن صادق تمنياتي للدكتور محمد جابر الأنصاري بوفور الصحة والعافية عن تقديري لما قدمه لوطننا العزيز وأمته من خدمات في مجالات الفكر والأدب. من جانبها أعربت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك المفدى لتفضله برعاية الحفل ودعمه المتواصل للثقافة في البحرين، كما وتوجهت معاليها بالشكر لسمو الشيخ محمد بن مبارك الذي يتابع ويدعم الشأن الثقافي. وقالت معاليها: نجتمع اليوم جميعا مع محبي الدكتور محمد جابر الأنصاري، هذا الاسم اللامع في تاريخ البحرين الحديث الذي أثر المملكة والعالم العربي بالعديد من الإصدارات والإسهامات الفكرية. وفي كلمتها باسم عائلة الدكتور محمد جابر الأنصاري تقدمت ابنته الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى، وقالت: إن جلالة الملك المفدى هو صاحب الفضل بعد الله على والدها عبر علاقة فريدة من نوعها جمعت القائد بالمثقف على مدى 3 عقود. وشهد الحفل افتتاح معرض الكلمة من أجل الإنسان من حياة المفكر محمد جابر الأنصاري، حيث يضم مقتنيات للدكتور الأنصاري ومجموعة من كتبه ومقالاته وشهاداته وصورا من حياته. كما تضمن الاحتفال عرضا موسيقيا غنائيا احتفى بكلمات قصيدة ميلاد أوال للدكتور محمد جابر الأنصاري، كما تم عرض فيلم منارة البحرين الذي عملت على إعداده الدكتور رفيع عغباش ومؤسسة متحف المرأة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وقدمت الإعلامية سوسن الشاعر كلمة تحدثت فيها عن العلاقة التي تجمعها مع الدكتور محمد جابر الأنصاري، كما سردت محطات جمعتها بالدكتور الأنصاري مستذكرة إسهاماته وإنجازاته الفكرية، كما وتم توزيع كتاب الكلمة من أجل الإنسان سيرة المفكر الدكتور محمد جابر الأنصاري الذي أصدرته هيئة البحرين للثقافة والآثار وقامت بإعداده الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي. منارة البحرين والمحطة المهمة في تاريخ البحرين الثقافي الدكتور محمد جابر الأنصاري الذي حمل على عاتقه لواء الكلمة من أجل الإنسان وكرس حياته خدمة للأدب والثقافة والفكر. نقف اليوم أمام إرثه الكبير
برهبة وعزم الحريص على حفظه وإحيائه وإتاحته ملكا تحت تصرف وطنه الصغير، الذي انطلق منه حالما بعودة الروح لأمته العربية وبقيام نهضتها واستئناف مجدها وزمان وصلها، الذي عايش تاريخه بصولاته وجولاته منقبا ومحللا لأسباب مده وجزره. ومن مسؤوليتنا تلك ولجعل علمه علما ينتفع به، جاءت فكرة العائلة المتواضعة بتأسيس إدارة ثقافية وفكرية تحمل اسم الأنصار، التي نأمل أن تكون نواة لصرح ثقافي يستمر في النشر والتعريف بإنتاجه الفكري، بالغا بذلك مكانته المأمولة ضمن تاريخ البحرين الثقافي والفكري المعاصر، وكما تمنى هو لختام مشوار عطاء. الأنصاري جسد في جميع إصداراته التي تجاوزت 20 كتابا معاني الطرق المضيئة والتي ستقود أبناء الوطن العربي إلى بر الأمان. في البداية أحب أشكر هيئة الثقافة على هذه المبادرة في تكريم أحد أعمدة الثقافة ليس في البحرين فقط وإنما في الخليج وفي العالم العربي. الحين سمعت بهذه الاحتفالية وطلب مني أن ألقي كلمة في هذا المجال، اخترت أن أقدم فيلم، فأنا معدة وكاتبة نص لهذا الفيلم اليوم، لأن شعرت أن كثير من الناس لا يعرفون فكر الأنصاري، وفكر الأنصاري ثروة عربية قومية يجب الاحتفاء بها وإعادة نشرها وتعزيزها. طبعا إقامة هاي الاحتفال تحت رعاية جلالة الملك يعكس تقدير جلالة الملك للمفكرين في البحرين، وحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك أيضا كان له أثر على الجميع، لأن كانت تربطهم علاقة جميلة جدا كأصدقاء مع الدكتور محمد جابر الأنصاري الله يحفظه. اليوم في هالاحتفال عرفنا يدنا من المفكر المثقف اللي قدم الكثير من الإنجازات حق البحرين، وكلنا نفتخر بإنجازاته، والحمد لله أنا اليوم وايد مفتخرة فيه إن أنا حفيدته، وإن شاء الله نقدر نكمل على اللي هو عطاء، وإن إحنا نرفع رأس أهلنا وناخذ من صفاته وقيمه ومبادئه. وجاء هذا التتويج اليوم لما أعطاه الأنصاري منذ عقود طويلة، كما يؤكد على دوره العربي الكبير في رسم الثقافة الخليجية ورؤيته البعيدة وفكره المستنير، حيث سيبقى اسم هذا المفكر محفورا في التاريخ الثقافي والخليجي والعربي، وسيبقى أثره خالدا لما أسهم به من إنتاج فكري لتحمله الأجيال القادمة جيلا بعد جيل. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.